وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من واشنطن الكاتب والمحلل والسياسي الخبير في شؤون الأمريكية محمد سعيد الوافي. أهلا بكم سيدي. أهلا أهلا أستاذ نجات. إذن كما كان متوقعا دونالد ترامب يعني دفع عن براءته أمام المحكمة. الجلسة من طبيعة الحال كانت مغلقة، لكن وأنتم تتابعون القضية عن قرب، هل استطاع ترامب أن يقنع القضية ببراءته؟ من كل تأكيد كان على الرئيس دونالد ترامب هذه المرة أن يلتزم بالضوابط والقواعد التي حددتها القاضية والتي رخصت بالدرجة الأولى في التزامه بضوابط المحكمة وشروط هذه المحاكمة والتي دفع فيها محاميه بالبراءة. إذا ترامب دخل ليعلن براءته من كل التهم المنسوبة إليه بما فيها التدخل في أحداث 6 يناير 2021، بما فيها كذلك محاولة التأثير على سير الانتخابات الأمريكية، وانتهى دوره عند الإعلان عن براءته ليتولى المحامون عملية صياغة المذكرات التي تتبع هذه المسألة، ولتقوم القاضية بعد ذلك بتأجيل الاستماع إلى الرئيس الأمريكي الأسبق إلى غاية اليوم 28 من الشهر الجاري. هل كان مقنعا ترامب؟ ومنذ اليوم الأول كان مقنعا في دفاعه، كان مقنعا لأنه يقول أنا لم أكن بينهم، أنا لم أكن ضمن من وجدوا في مبنى الكابيتول أو مبنى مجلس النواب والشيوخ، مبنى الكونغرس الأمريكي. ترامب أكد وشدد على أنه بعيد كل البعد عن أي تدبير أو تواطؤ في تدبير ما حدث، بل على العكس من ذلك يقول محامي الرئيس الأمريكي أن له حظوظ كبيرة في الاستفادة من البراءة. وتذكري نجاة، حين يعلن أو تعلن هذه البراءة الرأي العام الوطني الأمريكي سوف لن يتذكر أي شيء آخر سوى أن ترامب بريء، وترامب سوف لن يستثمر أي شيء آخر في حملته الانتخابية أو في خطاباته الشعبوية كما عرفناه، لن يستثمر عبارة أكثر من أنهم فشلوا فشلا ذريعا في إدانتي، وأعتقد أنه يستفيد إلى حدود اللحظة نجاة. نعم، وكيف تابع أو كيف تفاعل الناخب الأمريكي مع هذه التطورات في هذه القضية، خصوصا وأن الأمريكيين والعالم برمته يترقب الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم نجاة، سؤال مهم جدا. تعلمين بأن الرئيس الأمريكي اليوم وحسب آخر استطلاعات الرأي يتوفر على 44% من دعم الناخب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية. بمعنى آخر أن رون دي سانتيس وإن كان يعني هو أكثر انفتاحا من ترامب وفي ولاية فلوريدا وكل ما يروج حوله من دعاية ومن ترويج إعلامي قوي يتوفر على 20% فقط من دعم الناخب الجمهوري، بينما ترامب 44%، كريس كريستي يتوفر على 1%، هناك العديد ممن لا يتجاوز 10%، بما في ذلك نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة. إذا ترامب شعبيته شيء راسخ في ذهنية الشارع الأمريكي، في ذهنية الطرف المتطرف أو على الأقل دعنا نقول الطبقة العاملة، الطبقة الفقيرة في الولايات المتحدة. بين الجمهوريين تدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو يحصد الشعبية يوما بعد يوم، ولو لم تكن هناك محاكمة لتمنى ترامب أن تكون هناك محاكمة، لأن حسب قراءتي الشخصية وإلى غاية اللحظة الرئيس ترامب هو أكبر المستفيدين من هذه السلسلة من المحاكمات أو على الأقل من جلسات الاستماع أمام القضاء الأمريكي نجاة. نعم سيد محمد سعيد الوافي المحلل والكاتب والمحلل والسياسي والخبير في شؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات القيمة.